كان لافت قرار يلي أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري بعد اجتماع كتلة المستقبل النيابية يوم الثلاثاء، ويلي أكد بموجبه على فصل النيابة عن الوزارة بكل المقاعد يلي بتتعلق بحصة المستقبل بالحكومة المقبلة. قرار طيار المستقبل تحفظ عليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، فأكد أنه ما تبلغ رسميا من الرئيس سعد الحريري قرار فصل النيابة عن الوزارة، وأضاف أنه ما بيقبل يتم إبلاغه عبر الإعلام. بالسياق نفسه طرح هذا القرار سؤال حول منصب رئاسة الحكومة وفصله عن النيابة، لاسيما أنه رئيس الحكومة بيصوت بمجلس الوزراء مثل ما بيشرع بمجلس النواب كونه نائب منتخب. فهل وارد اجتهاد الرئيس سعد الحريري اللي بيقول أنه بحق له يكون رئيس حكومة وهو نائب منتخب بالوقت يلي بيلزم سائر الوزراء يلي بيمثلوا طياره أنه ما يكونوا نواب؟ كان معنا إجابة قانونية على هذا الطرح من النائب السابق صلاح حنان. يعني إذا بدي تقولي إنه النواب مش أرقام، رئيس كتلة بيسمع نوابه وبقول لهم أنا أقترح ما يلي، بدي تأييدكم أو موافقتكم أو نطرح على للانتخاب أو البديكي. يعني هيدا بالمبدأ أنا بقول إذا كتلة ديمقراطية رئيس الكتلة يطرح على النواب. هلا آخر ما في تقول إنه هيدا ما قاله عليه لا بالقانون لا بالدستور، هيدا قرار كتلة نيابية. ورد تاني على هيدا الإشكالية من الخبير الدستوري علي حمادي. لكن ما ينطبق على الحريري قد لا ينطبق على أعضاء كتلته لسبب واحد وبسيط، أن الحريري هو يمثل هو رئيس الكتلة، هو زعيم شعبي وهو زعيم طائفة، يعني هو الزعيم الأبرز في طائفته، وبالتالي ما ينطبق عليه لا ينطبق بالضرورة على أعضاء كتلته. القرار الذي اتخذه أو الذي أعلن أنه اتخذ بفصل النيابة عن الوزارة هو قرار ذات طابع سياسي، هدفه توسيع حلقة المشاركة داخل تيار المستقبل، أكان من ناحية المجلس النيابي أو كان من ناحية الحكومة. فقد ايه معقول يقنع الحريري شعبيته بقراره على كتلته بفصل النيابة عن الوزارة وهو بالوقت نفسه رئيس مجلس الوزراء؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.